انت اكثر شيء في السناب شات صح؟ اي اكثر شيء في السناب. انا شفت لك سناب استغربت صراحه. زين كنت قاعد تطلبين من شخص يعني من متابعينك انه ابي تعرفون احد يسوي تاتو اي في البحرين ما شنو؟ يعني يفضل ان تكون بنت. بنت اي يفضل اي يعني معناه انت ممكن توافقين ان رجل يسوي لك التاتو، قلت يفضل فرق يعني تقول شرط فرق. هو يسوي تاتو عاد وين مكانه؟ يعني هذا اللي سويته بيدي هذا سوالي ريال اوكي بس هو بيدي يعني مو مكان ما ما قلنا ايه؟ شيء بس التاتو حرام يا بنتي. اختلاف ثقافات اختلاف ثقافات بس الحرام ثابت الحرام ثابت بس هو عادات التقاليد هو اللي تختلف هو عادات تقاليد تختلف اي اوكي بس هذا ثابت هذا ثابت بس في ناس يمكن محللته او هذا لانه يروح كل ست شهور ست شهور اوكي ست شهور عازل بين الجلد لا بس في فرق بين الانك اللي يحجب وهذا اللي يعني فيه مسامات ولو ما ادري انت تصوين ولا ما تصوين؟ اي طبعا اصوي زايده مع ده ما ينفعش اوكي زين كم بنيه ممكن تحبك تروح تقلدك وتسويه على اكبر انت سويته على نتفه ايه. اوكي هي تسوي لك اياه على اكبر تدرين في ناس تعتقد ان هاي كل اسمه يصير عليك ها يلا بقى قولي حاجه ثانيه لا شوفي انا مو كل شيء اسويه لازم الكل يقلدني ليش؟ لان انا لما افتح السناب شات اوعي حتى ما ادري اذا انت تتابعيني كم مره اسوي كابتشرات ناس يكتبون لي مثلا كان في ياهل عمره 13 كاتب لي انا بطلع من دراستي وبحارب اهلي قاعد اقول لهم ابي اخطبك والام كلمتني ومسوي لويا عندهم فانا هني مجبور فيك مسكين يعني اوكي مجبور فيك فانا هني شنو؟ انا دشيت وكلمته شخصيا قنعته الدراسه اول الشغل اول هذه هبه فتره مراهقه يعني حاولت كثر ما اقدر انزل حق عقليته بس عشان يفهم كان كم عمره؟ ها؟ كم عمره؟ هو 13 13 يبي يخطبك؟ اي 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 وكان من صجه ومصور لي فيديو يبكي من صجه؟ من صجه والام كلمتني الام كلمتني بالسناب اوكي فيعني هذه القصه اللي فهذا الشيء شنو؟ حب من يعني حب وغرام مع شخص عمره 13 سنه. اي ف شايفك انت فتاه احلامه. بالضبط، فهذا الشيء اللي خلاني افتح موضوع انه ترى مو انا اي شيء اسويه يتناسب مع عمرك. شوفي انا كثر ما اقدر احاول اكون ما اسوي اشياء لان ادري في وايد تحاولين تكونين قدوه حسنه؟ احاول اكون قدوه حسنه. اوكي، بس الناس تتاثر، يعني انا مثلا انت شفتي التاتو اللي عند شجون؟ ايدها؟ ايه شايفته على شكل هلب ايه جنة. اوكي تدرين كم شخص وبنت شفتهم يسوين نفسه؟ يعني هذا مسؤوليه حتى انا مره قلت حق هذا مسؤوليه قلت له هذا ترى على فكره اسمع على ظهرك لان هاي فيها صلاه وفيها دنيا وقلت له حتى لو لا سمح الله يعني احنا ما نبي نكون مواعظ بس هي ان لا سمح الله ان صار لك حادث بسياره ورحت او نمنا ما قلنا كلنا معرضين لهذا الشيء خلاص عمرنا واحنا نايمين زين هذا شلون كثر ما تقدر ايوه توعي يعني اذا انا سويت انت مو لازم تروح تقلدني انت تحبني شوف اخلاقي شلون امشي على الاشياء الزينه اللي انا قاعد اسويها اذا انت شايف هذا الشيء روح استشير اهلك اهلك رضوه معناته لا معناته غلط. احنا اليوم قاعد نشوف ننصدم من اخلاقيات على السوشيال ميديا نكتشف ان الاهل ما ربوا. مو قاعد يربون. يمكن ربوا لكن غفلوا. يعني شوفي مع السوشيال ميديا حتى مع الاسف الامهات الاهل راح تشوفينها كلها بالتليفون. ولدي راح، ولدي رد، صغار لازم تعلمه فتره حرجه، فتره مراهقه ما عندهم. زين انت ما شفتي مره لفظ احد كتب لك لفظ كبير. ولما دشيتي لقيتي عمره 13 و14 سنه ايه؟ هذا يقول احنا هذا واحد عمره 35 ما يقولها بالضبط وايد تقولي لي ربوا لا هني ما ربوا بس قاعد اقول لك غفلوا عنهم يعني مشاكل الدنيا القشور التكوين. القشور
ما ابي اروح عرس، ابي اروح ما ادري وين، بروح صالون بسوي كولاجين حق شعري، مو فاضيه لي، بسافر مع تضحكين لان هذا اللي قاعد يصير. صح، المجتمع كذي. ومفروض الحين ان انت من خلال السوشيال ميديا تربين. لا ما يصير. هو صح، بس شوفي انا بما اني مسؤوله، انا اعتبر نفسي مسؤوله عن اللي يتابعوني، احاول كثر ما اقدر اوعيهم. انا ما راح احصل شيء، اوكي، بس بالنهايه عمل انساني، عمل انساني، بس هو قاعد يتلفظ بلفظ غير انساني نهائيا. هني يرجع العتب على اولياء الامور، انه لازم كثر ما يكون. متى يحس ولي الامر؟ لما تصير جريمه. زين بالضبط. يعني مره اشتكيت على واحد لفظ عجيب، لما جابوا لي عمره 15 سنه. اوف، قسم بالله. بس انا اكتشفت شغله من هالقعده، هم جايبيني كان المباحث يبون يعني ان اتنازل او ان يعني ان ممكن. انا اكتشفت شغله، انا مو بس الولد مو متربي، الام مو متربي. هذا يطلع جذوره كذي. اي يعني هو المبدا، انا يعني من قال لي المبدا؟ قال لي انت حاطه راسك من راسه. قلت له انت شايف اللفظ اللي كاتبه ولدك؟ اوكي؟ يعني انا بدل ما يعاتب الولد صار يعاتبك. قلت له انا مره عمري 40 سنه ما تلفظت بكذي لفظ. اوكي؟ كان يقول لي ما شنو؟ لا، وتذكر لما مره كلم محاميين. انا هني قلت والله ماني متنازله. لما قال لي شنو؟ قال لي انت ترى اذا ولدي غلطان ترى هي غلطانه. شلون؟ قال لي هو غلط وتكلم. كتب هلا. هي المفروض ما عقلها من عقلها تروح تشتكي. ها، اخليه يواصل ويروح حق غيري غيري وغيري وغيري، واحنا نسامح. هو يجيب، هو ينتج لنا اطفال واحنا المفروض. وانت متى دورك تربي؟ ما ندري. اوكي؟ انزين.